الناس اللي انا اعرفها مشوا، فطبعا لقيت الموضوع دوت ان انا بس اجيب ايه لقمه عيش لعيالي، الناس الاغنياء بيرموا حاجات في الباب. فانا بتعامل بقى مع الزبالين شوية منهم الحاجة على حاجة زي كده بقى ما شغالة زي الفل 100% في الزبالة، بدل ما تتكسر وتتعمل تاني حاجة بلاستيك، لا أنا ممكن أستفاد بيها كساعة. أنا زبائننا ستات ورجالة وشباب وأطفال، بنبيع قصص وبنبيع معالي وبنبيع كل حاجة تلزم البيت، مش فاشل خلاطات خلاطات، الحمد لله ما بنحتاجش حاجة من حد. ما بيجيش في يوم مثلا ما بنلاقيش ناكل بتاع، الناس اللي بيشتروا غلابة زي حلبنا بنمشي أمورنا.